هذا المزارع نموذجي، إنه يحرص على تقديم الأعلاف للحيوانات في الأوقات المناسبة وبالكميات المناسبة، ويحرص على أن يتوفر لديه العلف في كل وقت. لذلك خصص في مزرعته مكاناً جعله مخزناً للأعلاف. والمخزن أيضاً نموذجي، مخزن نظيف خال من آفات مخازن الأعلاف، لا حشرات فيه ولا سوسة ولا فئران. وهذا المزارع يهتم بمراقبة النظافة دائماً، مخزن جاف خال من الرطوبة، الحركة فيه سهلة وقت الملء ووقت التفريغ، إنارته جيدة وتهويته جيدة، مزود بشفاطات هواء، والأعلاف موضوعة على حوامل خشبية مرتفعة عن الأرض بمقدار 15 سنتيمترا. ويخزن العلف المركز بواقع أن طنا من العلف المركز يحتاج إلى مترين مكعبين مساحة، وكما في الداخل يكون في الخارج. أنواع التبن والدريس مخزنة في شبرات مفتوحة الجوانب. ويخزن العلف المالئ بواقع أن طنا من العلف المالئ يحتاج إلى مساحة 3 أمتار مكعبة. هنيئا لهذا المزارع النموذجي ما يفعل ويجني.